السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كده رحمة طيب لبس عليك. الله يبارك فيك بنتي. الله يبارك فيك عمي. خليك عم عندك لي أكل محجيز بأسئلة. مرحبا. وقبل ما نقول عندك لك محجيز لي بس نبشرك بواحد رؤية لك ممكن. مرحبا بنتي. واحد الليلة عمي كنت نايمة وانا متكنت يا عمي. الو؟ انا كنسمعك بنتي. انت يا عمي فواحد الارض عمي خضراء فيها الزرع اخضر وكترشد عمي واحد الاشخاص غير مسلمين كترشدهم للاسلام. لا اله الا الله. واحد اللحظة عمي كاين انت يا عمي وانا وكاين واحد الاشخاص ما عرفتهمش وجا واحد الراجل كيهضر من السماء كيخاطبنا كاملين قال لنا كل واحد فيكم يمشي شي جبل قريب ليه غير بوحده. قال لنا كيف كانوا كيفعلوا الانبياء. قال لنا وصعدوا لاعلى قمه ديال الجبل. إيه؟ قال لنا من بعد تاملوا في ذاك الجبل كيفاش خلق الله سبحانه. الله اكبر. قالنا وديك الساعه ترفعوا يديكم للسماء وقولوا لا اله الا الله اللهم اني اسالك. قال لي واحد الدعاء وما عقلتش عليه. الله اكبر. هذه رؤيه طيبه وبشاره ديال الخير الا سليمه. الله يبشرك بالجنة بنتي. هذه بشارة ديال الخير كتخلي الإنسان أنه يزيد في العمل ويزيد في التقوى والله يتقبل ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تبارك الله عليك بنتي. آمين. لا خليك عمي السؤال الأول. إيه. كلنا عمي أربعة البنات من العائلة كيسولوك قال لك عندهم العكس عمي بزاف في الزواج وعندهم المشاكل في الدار مع الأب ديالهم. إيه. وكيلقاو عمي كيفيقوا في الصباح كيلقاو عمي واحد الشيء اسود مهروق ليهم في الطريق منين كيدوزوا حتى لباب الدار او لا كيلقاو بعض الشرائط محروقين عندهم في الدار. لا حول ولا قوه الا بالله. كيقول لك عمي شرح لهم شنو هذا الشيء ما عرفوش شنو غادي يديروا. واخا بنتي باذن الله تعالى. الله يا رب يا ربي الله يحفظكم يا بنتي. شكرا لك بنت السليمه. السؤال اخر. لا عمي انا ما عرفتش علاش كيحبوني الاطفال بزاف ما كنعرفهم ما والو تلقاهم جاو عندي كيتكلموا معايا. تبارك الله. ما كنعرفهم ما والو تلقاهم جاو عندي. لا اله الا الله. ولا كيكون كيبكي الام ديالو انا كنهزه هو كيسكت لي ما عرفتهمش علاش. تبارك الله. هذه هي بشاره ديال الخير الحمد لله. وكنشوفهم بزاف في المنام. الله يخليك عمي بغيت تدعى لي مع الاخ ديالي غادي يجوز واحد الامتحان. يا رحمن يا رحيم. في الشرطة بخليك عم نبدا معاه في هذا الشهر. يا ربي يا ربي الله يكمل ليه الرجاء ويسعده. آمين. يا ربي يكمل ليه الرجاء ويسعده. نعم. بغيتك عم نبدا عليه مع واحد الزارة ديالنا عندها عند واحد الولد عندها مريضة عمي الثاني. تعذبها عمي بزاف في الحياة ديالها بغيتك تدعى معاه ومستمعين نقولوا آمين. يا رحمن يا رحيم. يا رحمن. شكرا لك بنتي سليمة. شكرا لك. حفظك الله ورعاك الله بنتي سليمة. كجواب هاد البنات الأربعة اللي كيقول لك عندهم عكوسات في الزواج كان اللي كيقول غير هذا الكلام غير ربما يحدث نفسه ولكن من اللي كيلقى بعض الاثار غريبه يلقى ماء اسود مهروق في الطريق او يلقى مثلا كيف قلتي شرويطه محروقه هذا كيدخل ليه واحد النوع من الظن بان هناك اعمال شيطانيه تعمل له لان السحر الله يحفظنا واياكم للاسف كان قديم وفي الوقت المعاصر هناك سحر كبير لكنه خفي والعياذ بالله خفي متواجد واحد مرة غير المسؤولين داروا احصاء لعدد المشعوذين والسحرة ولقاو داكشي مخيف ومرهب عددهم كبير كاين الناس هما التقليديين اللي كيستعملوا السحر بالتقليد بالكارطة وباللدود وبكذا وكاينين اللي هما قارين علم التنجيم وكيديروا الافلاك وعندهم واحد الطريقه معاصره بداكشي بالحاسوب بالاورديناتور وبواحد الطريقه فيها البيروتيك وفيها السكرتير وفيها واحد المجموعه ديال المراسيم فيها طقوس وفيها غرائب وعجائب للاسف هادشي كاين في المجتمع ديالنا ولكن ربي عز وجل بشرنا بان هاد الامور كلها الى زوال اذا الانسان عمق الإيمان في قلبه وأخلص النية لربه
ثم قال لنا ممكن أن الإنسان يستعين ببعض الآيات في القرآن الكريم وربي عز وجل يبطل كل هذا السحر. مثلا في سورة طه يحكي لنا الله تعالى القصة ديال سيدنا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، وكيقول لنا الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا المقطع ديال الآية، هذا المقطع وحده راه كفيل أن يبطل كل عمل سحري مهما كان بارعا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. علاش؟ حس من بعد مباشرة غادي يبين الله تعالى بأن السحر تبطل والسحرة غادي يسجدوا. لما قالوا لها وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. اللي كيشعر بأن عنده سحر يأخذ إناء ديال الماء ويقرأ فيه هذه الآية إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، يقرأها 7 مرات لأن السحر كيكون في العقد، من شر النفاثات في العقد، كيدير 7 ديال العقدات وينفث فيها. حتى كنقراو هذه الآية 7 مرات. وأيضا في سورة أخرى لما كيتكلم الله سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه السلام، يعني سورة يونس كيبين لنا واحد الأزمة وغادي يوقع فيها الفرج، نبي الله يونس ما وقع له ثم فرج الله عنه، مضمون الصورة بكاملها كيف أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، وأن من أراد أن يتقوى فليتقوى بذكر الله. ما الذي وقع هنا؟ سيدنا موسى أيضا في صراعه مع سحرة فرعون قال لهم، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني وخيدروا جميع ما داروا ما غاديش يقدروا أنهم يأثروا فيك. هكذا السورة سورة يونس، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية سبحان الله العظيم كنقراوها أيضا 7 مرات على أي عمل ظنينا أنه سحر يبطل من تلقاء نفسه. وغيرها أيضا كقول الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل هي عبارة عن مبطلات لكل عمل سحري. السحر يجتهد كيف بغي يجتهد، ولكن كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. اللي كيحافظها يقراها او يسول عليها، واللي ما عارف ليهاش ساهل مهل، كيدير حاجه ساهله مهله وربي كيعاونو على ابطال السحر. وهو كيقول ذكر واحد اش كيقول؟ كيقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللي شك ان عنده سحر وشك بان داك الشيء فوق الطاقه ديالو وما حافظش القران وعينه على قد الحال يكتفي بهذا الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقولها ويعودها وأن داك السحر يبطل من تلقاء نفسه. بنتي سليمة أحسن طريقة لجلب الحظ وهي أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي. الصلاة على النبي فيها سر من أسرار الله، يعطيك الله القبول ويعطيك التيسير. بنتي سليمة، كون الأطفال الصغار كيبغيوك هذا دليل على أن نفسك طاهرة، لأن اللي بغي يعرف نفسه واش طاهرة ولا نفسه شقية يتعامل مع الأطفال. الأطفال هما تيرمومتر، هما المعيار، هما المقياس. شوف الأطفال الصغار إلا قدرت تندمج معهم تفرح بهم ويفرحوا بك، عرف بأن نفسك طاهرة، نفسك فيها الطهر ديال الصبايا، الطهر ديال الأطفال، ديال عصافير الجنة. ولكن انت عنيف مع الاطفال وعندك مشكل معهم هما تما كيهربوا منك، عليك ان تراجع نفسك. راه نفسك بلغت درجه من الشقاء، لابد ان تتعاهدها بالتربيه والاصلاح. فهنيئا لك يا بنتي سليمه، ونطلب الله تعالى الاخ ديالك يكون موفقا في هذا الامتحان ديال الشرطه، ونسال الله تعالى لذاك الشاب
ولد جارتكم ان يشافيه ربنا من الامراض النفسيه. الله يحفظكم بنتي سليمه ويجعل حياتكم طيبه مباركه. وكل من قال امين اسال الله تعالى ان يعطيه من الخير والبركه ما الله به عليم. امين امين يا ربي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.